شنو جامعتك سيري ذا؟ شنو الجمعية اللي تحب؟ جمعية كنت تلم ذا والجامعة كنت النادي الإفريقي. تحب النادي؟ كنت نمشي للاستاد ونتفرج في مقابلات معناها تاع ايامات عطوقة وايماتك الجيل الذهبي للنادي الإفريقي. المنصف الأخويني والمجموعة هذيك اللي حافظة سميهم التو، فهمت؟ كان عندي الهرم هذا النادي الإفريقي، وللأسف اليوم واضح ماهوش هو، لكني في نفس الوقت مش بالمفهوم يعني تعصب وكذا، بالعكس اني نحب الكوره نتفرج ونحب نستمتع. اذا كان ما لقيتش متعه المقابله ما يهمنيش زايد ولا عمر نتفرج. وذاك المقابلات الاوروبيه نعمل كيف، نعمل سهره نحضر لها جوها ونعمل قاعده. شنو كيف تحضر لها جوها؟ قل في مع انسيبي ولا مع ولدي ولا مع العائله لما في الدار ونقعدوا نتفرجوا ونعلقوا كذا، نفهموا شويه في الكوره، نفدلكوا، نعملوا جو، نعملوا امبيونس، نعملوا امبيونس. هذا طبيعي. هذا النادي الافريقي هو فريقك في تونس؟ هذا قلت لك اللي في الفتره، ومن بعد بعدت على الكره شوي، ما عادش نتبع اخبارها الا من بعيد، يعني شكون هكا انا ما عادش بالمباشر ما عادش. باهي، خلينا نحكي على فتره الطفوله. كنت تلميذ نجيب ولا تلميذ هكا صعيب شويه يهرب من القرايه يرجع؟ تنقسم المرحلتين، الاولى الفتره الاولى ربما بمنطقه نتوا حتى لنوفيام، نقولوا احنا ما كانش نوفيام قبل تسمى تروازيام، ثم مش غب نتاع المهم كنا الغياب ما نجموش نغيبوا لان الرقابه العائليه والاداريه من، لكن ما واحد ثم شويه معناها هكا مش هكا ساعات مع استاذ مع كذا معناها الى حد ما معناها. لكن فيما بعد كي وصلت لسنه اولى ثانوي بريميرين تو يعني كاتريام تسمى قبل، تنجم تكون فتره صحو ومتاع وعي، وليت نقرا ياسر. نطالع في عطله صيف نقرا 50 كتاب. تبارك الله. كل عطله صيف نعمل بريف تاع 50 من اول نهار نصلى فيه ما شاء الله، وناخذ نوت يلزمني نكمل 50 كتاب. عندي مكتبة عريضة، الوالد الله يجزيه خير عاوني فيها ياسر، معناها الفلوس ناخذ فيهم للمكتبة، ولا عندي جو آخر نتاع حب قراية وكذا، وكنت الأول في القراية، معناها الإشادة نتاع الأساتذة زادت أعطتني ثقة في النفس. شو كنت تقرا؟ كذا نقرا قريت الأدب بطبيعة الحال، والجانب الفكري، الجانب السياسي، مثلا روجي جارودي شريت له مجموعته كاملة، أخت لي أسلم عام 82 شريت وقريتها حد بالفرنسي، بروميس دو الاسلام لوكسيدون سي ان اكسيدون، لوكسيدون كيفاش يقول هو اكسيدون سا كولتور تون انومالي وغيرها، وعملت بديت ولا عندي غرام وعندي انجاجمون فكري واضح، ونقرا ونوع القراءه ما بين ادب وشعر وغيرها وفكر وسياسه وغيرها. به كي ونحضروا في الحلقه نلقى تصريح معجب لطفي العبدلي، مثلا تقول لطفي العبدلي صديقي. انا بين قوسين علاقاتي مفتوحه. التو نز تليفون نكلم اي واحد في الاعلاميين في السياسيين في كذا، وبعد كي نحكيو على قيس طبعا نبدا هز النقطه هذه. باش نجيو قيس سعيد فهمتي السيد الرئيس باحترام للصفه، فهمنا اللي هو صديقك مقرب. لا لا تو باش نفتح فيها القوس. نتكلم معاكم انا لا لا لا, لا ما نشيرش العداوات وهذه طبيعه والحمد لله. لذلك مثلا عبد الله تقابلنا مره في الاستوديو باش عاد برنامج وبرنامج فدلكنا وعملنا وكذا، واني طبيعتي الفدلكه عادي عندي والجو كذا تحب الضحكه تحب الضحكه، وهو معناها بحبوح وباهي ويعرف وما مش خاسي معناها كما صور البعض هكا يعارك في حضارتنا ولا في كذا، يحب يعمل طرح المسرحي نتاعو كذا يتجاوز ساعات ولد براسه وحاجه هذيك يحددها المشاهد والمتلقي. حضرت له في مسرحات حضرت له مره مره عجبك؟ باهي محبوح يعجبني معناها مقبول معناها ما عنديش معاه مشكلة. وحدك مشيت ولا مع العائلة؟ مرة مشيت وحدي وقت معي صاحبي مع العائلة ما تحبش والله لا بنتي راغبة مرة قالت لي كان يجي سوسة تو تعرفوا بعد كذا راغبة هي كان يجي سوسة قالت لي باش نمشي نتفرج. ربي يفضلها انت عايش بارك الله فيك. باهي مواكب الشباب صديقك ولد قريب لك تسمع راب معاه تعرف راب؟ والله نسمع بصفة عامة ما عنديش مشكلة، يعني مثلا في الصفحة نتاع الفيسبوك نتاعي عندي فيها برشا مواقع موسيقية كراقية معناها تقريبا يجي 30 موقع يجي قدامي، نلقى صباح فخري نقف معاه شوية نلقى نلقى الموسيقى شو اسمه السيمفونيات الواحد. بالعكس وأنا في كتابي هذا بينت حتى الناس اللي بينت حرمة الغناء والموسيقى معناها ارتكبوا خطأ فظيع جدا فظيع جدا حتى فقهيا. شو معنى تحريم الغناء والموسيقى؟ اي خطا فظيع، هنا مباح معناها الانسان باش يستمتع وحق الانسان في الاستمتاع معناها باش ما تجيش انت تحضر عليه وتحجر عليه بدعوه لا
ما يتعلق بالموسيقى من رذيله ولا فساد ولا الاغناء، هذاك بحث ثاني، هذاك موضوع ثاني، هذاك ينظر كموضوع. لكن الموسيقى والاغناء والطرب مش محرم؟ باش نسمع موسيقتي وكذا، واش المشكله؟ واش قلت لك، انا عندي كثير مواقع نسمع السيمفونيات نسمعهم الى غير ذلك، عادي جدا. لا خليني ناخذ معلومه من عندك استنادا على شنو تقول هذا؟ الامام الغزالي صاحب احياء علوم الدين، العز بن عبد السلام اللي عمل الفتوى الكبيره باش يخدم منها حرب المغول وغير ذلك، الله محمد رسول الله في المعاصرين، خذ محمود شلتوت وما ادراك، محمد ابو زهره وغيرهم من اسماء نفسه لينا. الشاطبي قال من قال بهذا لا يفهم في امر الدين شيء، انما تسلط على الامر من طريق خاطئ. تحريم الموسيقى والاغنية تعتبره تشدد مبيع، بقينا ما يتعلق به، ما يتعلق به ربما من اخرج على راح يتحمل، هذاك فعل ثاني، اما ذات الفعل اقبل البدر علينا. واضح. تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بطرب، بطرب، واهل المدينه كانوا اهل طرب، هكذا قرينا عليهم وقريناهم اهل طرب اصلا، يعبروا على الفرحه بتلقائيه. شنو باش نسمعوش يعني وضعيات انت هنا الان تو في، شوف انت في السعوديه بعد ما الحكم الجديد في السعوديه ولا يحب يعمل انفتاح، المفتي اللي كانوا يحرموا هم انفسهم خرجوا للتلافز قالوا لا يجوز وخرجوا، سبحان الله، عكس الفتوى ونفس الشخص، نفس الشخص، ومن قال قولين مختلفين في نفس الوقت فقد كذب فيهما كذب مرتين. اي مرتين.